السلام عليكم. اليوم نروح للولاية تاع مستغانم، بالضبط في مدينة مستغانم، لنعرفكم على هذا المشروع تاع فود اريا ولا مركز للإطعام الذي يقع في داخل الحديقة التسلية لمدينة مستغانم ديز مستالند، واللي الحدائق يعني تعتبر الحديقة هذه واحدة من أكبر حدائق المائية والتسلية في الجزائر. وهذا المركز تاع التطعيم ولا الريستورون، ماهوش ريستورون يعني ماشي مطعم، هو اكثر من مطعم، فيه مساحه كبيره جدا لتقديم وجبات بكل انواعها، يعني بشتى وجبات تاع مشروبات او للاطعام او يعني شيء رائع وجميل جدا، وفي يعني بمقاييس جد محترمه. أترككم تتمتعون بهذه الصور الرائعة لهذا المطعم يعني العالمي بمقاييس عالمية. والسلام عليكم.